مراحكيجي اضغط هنا للاشتراك. أكبر وأصغر. ترى ترى ترى، ماذا يوجد في الصندوق اليوم؟ واو، انظروا، إنها قطع كثيرة. انظروا إلى هذا، ويوجد أيضاً قطع عديدة، لنضعها هنا معاً. هيا هيا، لنمرح ونتعلم معاً. سنضع القطع المتشابهة معاً، هذه هنا وهذه، والآن هذه القطع لونها أزرق فاتح. تبقى القليل من القطع. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. لدينا أربع مجموعات. المجموعة الأولى، واحد، اثنان، ثلاثة. المجموعة الثانية، واحد، اثنان، ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. أربع مجموعات، في كل مجموعة ثلاث قطع. لنرى إذن ماذا نستطيع أن نفعل بكل هذه القطع. أوه، انظروا، إنه رقم ثلاثة. لنرتب ثلاث قطع متشابهة بشكل عمودي، وعلى هذا رقم اثنان. رتبنا قطعتان عمودياً، واحد، اثنان، قصيرة. واحد، اثنان، ثلاثة، طويلة. هل تعلمون إذا رتبناهم بطريقة أفقية ستبقى هذه أطول من هذه؟ انظروا، رتب رتب رتب، هيا لنرتب. هذه طويلة وهذه قصيرة. هيا لنجرب مرة أخرى، لنبني هذه المرة هرماً مكوناً من ستة قطع. من هرم كبير. هذا كبير وهذا صغير. انظروا ماذا صنعت يا أصدقائي. ترى لو رمينا هذه الكرات الصغيرة، أيهم سيقع أولاً؟ لقد وقع هذا الهرم. هيا هيا لنقرب هذا هكذا، والآن أيهما سيقع؟ لنرى. أوه، لقد وقع الهرم الكبير. لعبة ممتعة جدا. إلى اللقاء يا أصدقائي، أراكم قريبا. هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن مرح كيجي على اليوتيوب، اضغط سبسكرايب ليصلك كل جديد.